والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات، يطيب لي أن أحييكن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف 8 مارس من كل سنة. أتقدم لكن أصالة عن نفسي ونيابة عن عضوات وأعضاء مكتب جمعية دعم المركب الاجتماعي الابتسامة في الصويرة بأحاط تهاني وأستقبل تمنيات للمرأة المغربية، الأم، الزوجة، الابنة والأخت. وهي مناسبة للوقوف على مدى التقدم المحرز لدى النساء من خلال المكتسبات التي حققتنا في مسارهن النضالي، وكذلك الدعوة إلى الاستمرار في التغيير الإيجابي لوضعية النساء وتشجيعهن في أداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن من خلال مناهضة جميع أشكال التمييز والاضطهاد. وأحرزت دول العالم تقدما غير مسبوق، من بينهم المملكة المغربية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عرفت وضعية المرأة بالمغرب خلال السنوات الأخيرة تقدما ملموسا بعدما راكمت العديد من المكتسبات الدستورية والتشريعية والسياسية والحقوقية في تجربة متفردة على صعيد المنطقة العربية والإفريقية، غير أن هذا المسار لا يزال محفوفا بالكثير من الصعاب لتغيير العقليات والقضاء على الصور النمطية تجاه المرأة سنة 2030 كما حددته منظمة الأمم المتحدة، وذلك لترسيخ قيم المساواة والمناصفة والنهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وقد اختارت منظمة الأمم المتحدة هذه السنة في أفق تحقيق موضوع المرأة في الصفوف القيادية لتحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد-19، حيث تقف النساء بجانب الرجل في الخطوط الأمامية لتصدي لجائحة كوفيد-19، بوصفهن عاملات في مجال الرعاية الصحية وراعيات ومبتكرات وناشطات المجتمع ونماذج رائعة للقيادات الوطنية الفعالة في جهود التصدي للجائحة. وقد سلطت هذه الأزمة الصحية الضوء على مركزية مساهماتهن والأهداء الملقاة على عواتقهن بصورة غير منصفة. ويراد من هذا الاحتفاء الاعتراف بالجهود الهائلة التي تبذلها المرأة والفتاة في سبيل ضمان مستقبل ينعم بمزيد من المساواة والتعافي الأفضل خلال جائحة كوفيد-19، حيث يبرز هذا الاعتراف دور المرأة في الحياة العامة والمشاركة المتساوية في صنع القرار في جميع مجالات الحياة وحقها في الأجر المتساوي وتحقيق المشاركة المتساوية في رعاية غير مدفوعة الأجر ووضع حد لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة وتيسير خدمات الرعاية الصحية اللازمة لاحتياجاتهن. إننا لنسجل باعتزاز دور الفضاء المتعدد الوظائف للنساء بالمركب الاجتماعي ابتسامة بالصويرة الذي عرف انطلاقته شهر فبراير 2011 في إطار اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني بهدف
المساهمة في تنزيل السياسات العمومية لمناهضة العنف ضد النساء بالمغرب، إذ نغتنم هذه الفرصة لعرض مساهمة الفضاء المتعدد الوظائف للنساء بالمركب الاجتماعي ابتسامة بالصويرة خلال العشر سنوات الأخيرة بهدف تحقيق النهوض بحقوق المرأة والفتاة من خلال التكفل الشامل المندمج والدامج في إطار شراكات مع مختلف المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين بالمجال الترابي في إقليم الصويرة. وقد تجلت هذه الحصيلة في استقبال 14840 امرأة، منهن 3492 نساء ضحايا العنف بجميع أشكاله وأنواعه، أغلبهن 2164 حالة ضحايا عنف نفسي و 1584 حالة عنف اقتصادي و 1196 حالة عنف جسدي و 481 حالة عنف جنسي، منهن 1091 حالة ينحدرن من مدينة الصويرة و 1598 حالة ينحدرن من العالم القروي، أغلبهن من الفئة العمرية ما بين 26 سنة و 35 سنة، حيث بلغ عددهن 1187 امرأة بنسبة 33%، حيث أن 2663 من النساء كانت لهن حوالي 6317 طفل وطفلة، منهن 1837 امرأة متزوجات بعقد. وقد عرفت عدد النساء بدون دخل 2072 امرأة، بينما النساء اللواتي يعانون من الأمية وبدون مستوى دراسي بلغ عددهن 1655 امرأة. وقد استفدن هؤلاء النساء أو هوات النساء من سلة من الخدمات تهدف إلى إعادة إدماجهن في المحيط الاجتماعي والنسيج السوسيو-اقتصادي، تجلت في 11 خدمة خاصة بالنساء، حيث قدمت حوالي 25400 إجراء لفائدة النساء، بينما استفادت 703 امرأة من خدمة الإيواء وصحوبات بأطفالهن. وقد أجريت حوالي 732 خدمة وساطة الأسرية، حيث تكللت بالنجاح حوالي 520 حالة بنسبة 71%، و 3087 امرأة استفدنا من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. حضرات السيدات والسادة، أكيد أن دور الفضاء المتعدد الوظائف للمرأة بالمركب الاجتماعي ابتسامة بالصويرة لا زال طموحا لتحقيق المزيد من المكتسبات بفائدة المرأة من أجل تحقيق المساواة والمناصفة على غرار جمعية المجتمع المدني بالمملكة المغربية، وسعيا منا للاستمرار في هذه المساهمة لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالنساء، وتماشيا مع المخطط الاستراتيجي للمركب الاجتماعي ابتسامة بالصويرة، تمت برمجة خطة عمل سنة 2021 تضمنت في الهدف الاستراتيجي المتعلق بالفضاء المتعدد الوظائف للمرأة ثلاث محاور استراتيجية متضمنة لعشرين مشروعا مكونا من 80 نشاطا تستهدف 30 هدفا يخص النساء الوافدات على الفضاء. ومن منطلق الاحترام الذين كنه جميع الشركاء المؤسساتيين والمدنيين، نغتنم هذه المناسبة السعيدة لنجدد ارتياحنا الكبير للعلاقات الوثيقة التي تجمعنا مع شركائنا على الصعيد المركزي والإقليمي
والجهوي خصوصا القطب الاجتماعي ورئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني في الصويرة وشركائنا المتأسساتيين المتدخلين في القطاع على الصعيد المحلي كل من المحكمة الابتدائية في الصويرة والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في الصويرة والأمن الوطني والدرك الملكي والمندوبية الإقليمية للصحة والمجلس العلمي المحلي في الصويرة والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية في الصويرة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من خلال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي والمدير الإقليمي للتربية الوطنية والتكوين المهني والمدير الجهوي للتكوين المهني بجهة مراكش أسفي وجمعيات المجتمع المدني الشائكة على المستوى المحلي والجهوي والوطني مؤكدين لكم حرصنا الكبير على مد المزيد من التعاون لما فيه صالح المرأة في بلدنا الحبيب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وقار عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وشقيقته المصونة للا خديجة وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيد وكل عام والمرأة المغرب بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.